دايما بتكلم مع المزارع، يعني انا لما بشوف نتائج التحاليل على الورق وصاحب الارض يقول راح تحللت في المعمل الفلاني ونسبه الملوحه عندي مرتفعه، المزارع ليه طريقه تانية خالص يعرف بيها اذا كانت الملوحه مرتفعه عنده او في مشكله في زرعه. النهارده واحنا بنتابع محصول الفراوله هوريكم نموذج جميل جدا للاجتهاد في العمل. ازيك يا حاج حسين؟ لو انا جيت اتكلم عن محصول الفراوله، لما كان حد يجي يقول لك انت هتزرع فراوله على نسبه ملوحه في الميه 1260 جزء، كنت هتقول له ايه؟ كانت مغامره جامده يعني. اعمل لي كده مقارنه، انت راجل فلاح تعرف اكتر مني. الوضع ما يجوزش نهائي على الموتور دكة قبل الجهاز، كانت الفراولة اتسقط نصها يموت. حاليا الحمد لله يعني زي ما انت شايف الزرع ومطلعين منه خفيناه. ايوه كبابي تاني ابتديت تشتغل عليه. قللت بقى من الاضافات اللي بتضيفها بعد استخدام الجهاز ده ولا لسه مستني نشوف النتيجه؟ قللنا في السماد وقللنا في معالجه الملوحه مضاد. ودي كانت بتكلفك كتير مضادات الملوحه؟ انا عارف ان هي رخيصه. لا بالعكس 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 قوي، لانه اللتر فيها وقع ب 450 جنيه. وبتستخدم قد ايه منها؟ يعني ما اخد 3 جلاكن ب 24. كل قد ايه بقى؟ كان كل اسبوعين ثلاثه. كل اسبوعين ثلاثه؟ من دلوقتي لا، تكلفه جامده. دلوقتي لا. الجهاز ثمنه شيله بيلي حق المعالجه بس، حق المعالجه بس وتخلص. أي. ده بالاضافه بقى ان هو بيزود لي الانتاج. زائد لزوم. انا عايزك بقى تقول لي ايه رايك في معدل النمو الخضري والتزهير اللي انا شايفه في الوقت ده؟ يعني احنا لسه في وقت ما كانش يحصل معانا زي كده. نهائي. يعني انت راضي عن استخدام معالج النمو المغناطيسي؟ الحمد لله والله يبارك لهم. الناس اتشجعت، عاوزكم تشوفوا المزارع المصري وهو بيشتغل وبيحب الانتاج وما بين اللي قاعد مستني وعمال يشتكي ويقول لك اصل الملوحه عندي مرتفعه، اصل الميه وحش. ما فيش حاجه اسمها الميه وحش، في حاجه اسمها ان احنا نطبق العلم ونستخدمه عشان نرفع الانتاج.